ثورة برقمية جديدة للأخوة الذين ما قد جربوا في ستارلينك، سريع جدا، بسيط التركيب. كان مشكلته من أول إنه الاشتراك تفعله من دولة غير اليمن، لأنه كانت اليمن غير متاح بها هذه الخدمة. أنا شفت بعض الزملاء وبعض الشركات في عدن مركبين يدفعوا اشتراك شهري $80 ل200، يقدروا يشغلوا 250 أكاونت. طبعا الخدمة سريعة جدا. هذا كان يجي سبعة وهذا حق الحوثي، لأنه يستخدموا الإنترنت حق اليمن لأغراض عسكرية، ويبطوا على الناس اليمنيين عشان ما يتواصلوش بالإنترنت. فهذا في حد ذاته انتصار، لكن تواجهكم مشكلة كيف تخبي القمر الأول الصح من الحوثي في بيتك. هذه الشيء لها فنيات، وأيضا في جهاز تشويش، لأنه الحوثاء أي يقول لك لا، مليارات الدولارات يسرقوا، مليارات عيال الحرام من الخدمة حق النت. والشرعية حقنا نوم ولا معبرين أحد، لكن في طرق تقدر نقدر نخترق الحوثي هذا. وهي حرب في كل شيء، يجب أن نتحارب مع الحوثي في كل شيء. في جهاز صيني، أنا سأحاول أبحث عن أرخص منتج موجود في الكوكب، ونحاول نوفره لكم في عدن، أو نجيب لكم الشركة حقه وتدخلوا بشكل سري وتركبه في بيتك قبل ما تركب الصحن، بحيث أنه يجي الحوثي يدور ما يعرف شوينه، تروحوا بعده وسط التانكي حق الماء، وانت والحارة انتروا لا يوم القيامة. يطلع على الواحد الاشتراك 160 ريال بالشهر، انترنت 7G، مش من هذا الذي معاه تعمل اتصال لو رقبتك مكسرة. بانو يجد حل نتغلب على هذه الشرذمة الوسخة، على الحوثاء والزنابيل حقهم السفلة، الذي سيحاربكم في هذه الخدمة. مبروك لليمن.